كان ذلك عند الله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. اركض برجلك، اركض برجلك، هذا مغتسل ووهبنا له أهلا ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه صدق الله العلي العظيم. شعارنا نمضي ولن عن دربنا نحيد.
السادة الحضور الأكارم، ضيوف عراقنا الأحبة، الجماهير العراقية الرياضية المخلصة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. ونحن نلتقي في مدينة السلام والأمان، قبلة العاشقين للسيد الشهداء والوطن والإنسان. إنها كربلاء المقدسة التي تحتفي اليوم باحتضانها لهذا الكرنفال الرياضي الجماهير الكبير الذي تقيمه وزارة الشباب والرياضة لافتتاح ملعب كربلاء الأولمبي الدولي، الذي يأتي عنواناً للبناء والازدهار ورمزاً للتحدي والعزيمة والانتصار. فسواعد تحارب الإرهاب، وسواعد تنجز ما تسطره سواعد الشباب. فالجود اسمي والمفاخر ملعبي، والفوز في سوح الرياضة مطلبي. لا يحلو كأس في الملاعب غيره، كأس الوفاء لأرض أمي وأبي. مرحبا بكم إلى رحاب مدينة كربلاء المقدسة. أيها الحضور الكريم، نغتنم جمعكم المبارك هذا لنستذكر سويتنا الذين رووا بدمائهم خصبة عراقنا الغالي. إنهم شهداء العراق الأبرار، من أول قطرة دم سالت على أرض عراقنا الجديد إلى سيل الدماء التي نزفتها أمس مدينة الكاظمية المقدسة ومدينة الصدر المجاهدة. فإلى أرواح شهدائنا الأبرار نقف لقراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة. سادة الحضور، أهلا بكم ثانية. نرحب بكل من حضر ووفد إلى هذه المحافظة العزيزة. أنا أشاهد أمامي السيد وزير الشباب والرياضة الأستاذ عبد الحسين عطان، الذي يتفضل الآن لإلقاء كلمة بهذه المناسبة، وهي كما وصلتني كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي. فأهلا وسهلا بمقدمك معالي الوزير. قبل أن أبدأ بالكلمة المختصرة، أتمنى من إخواني الشباب والحضور الكرام في ملعب كربلاء الدولي وقفة لنقرأ سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق، وخاصة شهداء يوم أمس في العمليات الإرهابية التي تعرضت لها بغداد الحبيبة. قبلها الصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سوف لا أطيل في كلمتي، واسمحوا لي ونحن نعيش أيام ولادات ميمونة لأئمتنا الأطهار الإمام الحسين سيد الشهداء عليه السلام ونحن في أرض كربلاء، والإمام السجاد زين العابدين عليه السلام، وسيدنا ومولانا قمر بني هاشم أبو الفضل العباس. نفتتح هذا اليوم وبهذه المناسبات العطرة ملعب كربلاء الدولي، الذي
وضع حجر الأساس له في زمان الحكومة السابقة، وأتم العمل به في هذه الأيام بعد جهد جهيد بذلته مجموعة من المؤسسات والشباب العراقيين الأكفاء الخلص. سوف لا أطيل في كلمتي، واسمحوا لي أن أقدم الشكر والتقدير إلى الشركة المنفذة شركة بهادر كول على تعاونهم معنا في إتمام هذا المشروع، وأتمنى من كل الشركات المتعاقدة مع وزارة الشباب والرياضة أن تساعدنا على إكمال بقية الملاعب. وأيضاً شكرنا وتقديرنا العالي للعتبة الحسينية، إدارة العتبة الحسينية وإدارة العتبة العباسية والحكومة المحلية في كربلاء متمثلة بالسيد المحافظ ونوابه والسيد رئيس المجلس وأعضاء والسادة أعضاء مجلس المحافظة الذين كان لهم دور كبير في إتمام هذا المشروع، وكذلك عدد من دوائر الدولة في محافظة كربلاء المقدسة. كل الشكر والتقدير باسم شباب العراق إلى قيادة عمليات الفرات الأوسط وقيادة شرطة محافظة كربلاء والدفاع المدني والصحة وبقية الدوائر. لا يمكن أن أغادر هذا المكان دون أن أشير إلى الوقفة المشرفة والتعاون الكبير للأولمبية والسيد رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء المكتب التنفيذي ورئيس اتحاد كرة القدم، وأيضا شكري وتقديري للاتحاد الفرعي لكرة القدم في كربلاء وإلى نادي كربلاء الذي قبل دعوتنا للمباراة، وإلى شبابنا الأبطال الذين حققوا لنا حلم 2007. ولا يمكن أيضا أن أنسى السيد فييرا الذي قبل دعوتنا ووصل إلى هذا المكان، وإلى كل النجوم العراقيين. باسم وزارة الشباب والرياضة أتقدم بالشكر الجزيل إلى الوزارات التي دعمتنا: وزارة المالية والتخطيط والداخلية والدفاع والأمن الوطني وجهاز المخابرات. وتحية إجلال وإكبار إلى شبابنا في الحشد الشعبي وعوائل شهدانا وجرحانا. اسمحوا لي أيضا أن أقدم شكري وتقديري وأقبل كما قالها سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام: هيهات منا الذلة، يا أبا الله يا أبا الله لنا يا أبا الله لنا ذلك ورسوله. سوف نبقى أحياء ونضحي ونستشهد، ولكن العراق سيبقى شامخ بعونه تعالى. شكرا للجمهور الكريم الذي حضر إلى المباراة، وإلى الإعلام العراقي الذي وقف إلى جانبنا وساندنا، وإلى شركة عشتار التي تفضلت بقبول نقل هذا الاحتفال وبثه إلى القنوات الأخرى. وشكري وتقديري إلى رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء، وأتمنى من الله أن نوفق للعمل الصالح وخدمة شبابنا الأبطال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع سومر أونلاين.